السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكلة أسباير 2024، الامتحان رقم 34. أول سؤال بيقول لي: أحمد is always the only student. لما يقول لي the only أو the first أو the second اللي هي الأرقام الترتيبية دي، وبعد كده يجيب لي فاعل، يبقى أنا عايز to المصدر بتو جيت. When the lady returned home، لما الست رجعت البيت، she realized that her wallet، هي أدركت إن محفظتها تم سرقتها. طيب، عندي تتابع أحداث أو تعاقب أحداث. الحدث الأولاني بيبقى في الماضي التام، وبقية الأحداث كلها في الماضي البسيط. طيب، يبقى أنا عايز ماضي تام، يبقى was being تطلع برا، و was losing تطلع برا. وخلي بالك إن الفعل lose ما بيجيش في الاستمرار أصلا. عندي had lost و had been lost. طب الجملة معلومة ولا مجهول؟ الجملة مجهول، يبقى had been lost. عرفت ان انها مجهول؟ قالك بادئ ب wallet، المحفظة. المحفظة مش هتتفقد، مش هي اللي تفقد، ده هتتفقد، مش هي اللي تفقد، لا هتتفقد، هيتم فقدها. once دي يعني after. you not you will play games. يعني بيقول لي بعد ما عند كذا احنا هنروح نلعب العاب. طيب، عند الرابط وانس، وعندي الفعل الثاني ويل والمصدر، يبقى الفعل اللي بعد وانس مضارع بسيط او مضارع تام. طيب، مفيش مضارع بسيط، بس في مضارع تام اللي هو هاف فينيشد. ماي دوتر ووز براو. براو بتاخد حرف الجر تو، وبتاخد حرف الجر اوف. اوف لو في فعل اي ان جي او اسم، وتو لو في مصدر. هو جايب مصدر اللي هو قام، يبقى تو. سولار نوت كارز، العربيات التي تعمل بالطاقه الشمسيه. طب كارز دي اسم، يبقى انا عايز صفه. طب عايز ايه بقى الصفه؟ بيقول لك ان هي عربيات تعمل بالطاقه الشمسيه. يبقى سولار باورد. سولار باورد ده فعل صفة مركبة وبينها هايفن، سولار باورد. اي ويش اي ويش بيجي بعدها فاعل وبعد الماضي بسيط، او فاعل وبعد الماضي تام لو في كلمة ماضي. طيب، في الفعل هو اللي هو اي، في كلمة ماضي اهي دي يسترداي، يبقى انا عايز ماضي تام، يبقى هاد اتندنت. وكلمة اي ويش ما يجيش بعدها مضارع اصلا، خلي بالك. يعني هانترز، الصيادين. ار نوت اوت اوف نوت وود يت. وود يت يعني بيقول لك الصيادين لم يخرجوا من مرحلة الخطر حتى الآن، يعني لم يخرجوا من الغابة حتى الآن. طيب، لم يخرجوا من الغابة. طيب، الغابة يبقى أنا كده حددتها، يبقى زي. والمقصود بيها إن هم ما خرجوش من مرحلة الخطر، يعني ما خرجوش من الغابة حتى الآن. طيب، وما أنا محدد حاجة بجيب زي. You will make mistake، انت هتعمل خطأ. Not you follow the instruction، اذا انت لم تتبع التعليمات. طب اذا لم معناها unless. In case بيجي بعدها فعل ing او اسم، وزود برضو فعل ing او اسم. Successful people، الناس الناجحة. Who achieves their goals، اللي بيحققوا اهدافهم. always not their time، دايما بيديروا الوقت بتاعهم، يبقى manage معناه يتمكن او يدير. it takes a long time، بتاخد وقت طويل. to walk to the top of the hill، ان انت تمشي لأعلى الهضبة. but it is not the effort، لكن يستحق. عايز كلمة يستحق المجهود. افورت يعني مجهود. يستحق بقى يعني ايه؟ يعني وورس. وورسي اللي هي انا قلت لك قبل كده مستحق. طيب، وورس اسوأ، وورست الاسوأ.
ورث دي صيغه مقارنه في رقم ايه، وورث بيجي قبلها ذات تبقى صيغه الافضليه من الفعل من الصفه باد. Exams are not the only way to، هي ليست الطريقه الوحيده، ادي ذا اونلي وبعدين جايب اسم وجايب تو وعايز مصدر بعد كده. يبقى الامتحانات ليست الطريقه الوحيده لايه لتقييم الطلاب، يبقى اسس يقيم، ايفالويت يقيم، استيميت يقيم. ايفولف، ايفولف دي يعني يطور، ديفولب ينمي او يطور، اسست يساعد. ماي براذر بروكراستينيتد، اخويا تاخر او تاجل او ارجع until the last minute لحد اخر دقيقه، and they had to stay up to finish، وكان لازم ان هو يقعد وينهي. The synonym of procrastinate، معنى كلمه يؤجل، طبعا يؤجل دي معناها delay او postpone، يبقى postpone يؤجل برضه او يؤخر. بيرفورم طبعا يؤدي او ينجز، وارجو يناقش او يتجادل، ريبليس يستبدل. ذا بيبول الناس، هو عايز يقول بقى هو ار ليفنج، هو حذف هو وار وجاب الفعل اي ان جي. طيب ذا بيبول ليفنج، الناس العايشه نكست دور جنبنا، مالهم يا سيدي؟ ار نيبرلي، طيبين. كلمه نيبرلي اللي هي طيبين دي مالها بقى؟ دي صفة ولا فعل ولا اسم؟ طب طالما هي جاية اصلا بعد فيرب تو بي، يبقى دي كده صفة، لان فيرب تو بي بيجي بعد منه صفة، يبقى ادجكتيف. طيب وي ار تو، كلمة ار تو دي معناها يجب، وي ار تو ميت، احنا يجب ان احنا نتقابل، يبقى ار تو او اس تو يبقى معناها يجب. تو ميت يجب ان احنا نتقابل، تو ديسكاس عشان نناقش، يور اوفر العرض بتاعك، اند ذا وايز والطرق اوف بيمنت بتاعت الدفع. وي كان يوز ذا سنتنس ان، نستخدم الجمله دي في ايه؟ انفورميشن انفيتيشن، دعوه، فورمال انفيتيشن، دعوه غير رسميه ما فيهاش اي نوع من الدعوه. ريكومنديشن لتر، خطاب توصيه، ولا فاكت فايل، ملف حقيقه، ولا بزنس لتر، لا ده خطاب بزنس، خطاب عمل. وبكده نكون خلصنا الامتحان رقم 34، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.